بلد قريبة جدا ملاصقة تقريبا لبلد محمد صلاح، رغم صغر جسمه جدا في بداية مشواره موهبة باينة جدا، الرشاقة، المرونة، الباور. أنا متأكد من أن لاعب بإمكانيات كريم فؤاد يستطيع أن يؤدي بتميز في أي مركز يحتاجه مدرب. بلد اسمها شين، حبس الغربية، برضو أعتقد هي منطقة أسيوط. حاجات كثيرة جدا، بيلعب برجلين الاثنين من اول يوم، مش اتنمت بعد كده، كمان هو عنده المهارة. الجهاز الفني بتاع بنفيكا لما طلعه مع مجموعة من زمايله، كنا احنا في الدوري الممتاز، كان هو سنه 17 سنة، فقالك لا لازم يطلع فوق. بالنسبة لكريم فؤاد الذي انتقل إلى الأهلي، عملنا معه في العام الأول لمشروعنا، وأظهر وقتها بالفعل الإمكانيات التي تؤهله للعب في مستويات أكبر كما هو الحال الآن. فلما طلع فوق لاعب الأول مكان الباك رايت إجادة غير عادية، فهو بقى أساسي في الباك رايت. جينا حصل عندنا دروب في الباك ليفت، لاعب في الباك ليفت أحسن من الباك رايت. أنا أتذكر يوم كنا بنتفرج على ماتش نجوم وبيراميدز في ملعب بيراميدز، وقاعد جنبي رئيس نادي بيراميدز في ذلك الوقت اللي هو الكابتن حسام البدري. فمرة في اتنين ثلاثة بقى قال لي محمد الولد ده عنده كم سنة؟ قلت له يمية كان عنده 18. قال لي بتكلم جد؟ طلع على لك على حاجه يا كابتن، ده بيلعب باك رايت مش باك ليفت، بيلعب باك رايت وباك ليفت وبيلعب ديفندر وبيلعب هاف رايت وهاف ليفت. قال لي الولد ده ماتيريال مش بتاع مصر، نوعيه اللاعب ده. شوف الكلام ده من اول اسبوعين طلع فيهم او ثلاث اسابيع، بس شوف نظره الخبير. اقول الكلام ده اول مره حد يسمع الموضوع ده، ان فعلا حسام البدري وكان رئيس نادي ما كانش مدرب في اول، يعني احنا قاعدين جنب بعض طبعا في المقصوره، فلفت نظره فقال لي لا ده كواليتي اوروبي، ده يلعب في اوروبا. فالحمد لله الولد، ايه بقى اللي خلى الولد يوصل لكده؟ الولد رغم صغر سنه من اول يوم شخصيه قويه، متواضع جدا، محافظ جدا 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 على نفسه، لا يثير اي مشاكل. خلال السنين اللي قعدها كلها في النادي كناشئ ما أثرش في يوم من الأيام مشكلة، ويتجنب الصدام وعارف هدفه. هو محدد هدفه أنه هو يكون لاعب محترف، وكان هدفه طبعا كان بيحلم أن يكون في أوروبا. لكن لما طلع في الفترة دي الحقيقة كانت كورونا وكلام من ده، كان المفروض هو وصابر والدياستي كانوا واخدين فترة إعاشة رايحين لبنفيكا وخلاص جهزنا كل حاجة، ولكن لما دخلت كورونا الحقيقة كان باد لك بالنسبة لهم مرة بس فلوس. يلا